وحضرت ليكم يا شباب بسرعة اهو معاكم في سؤال رقم 18. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ مع بعض هنكمل ان شاء الله سؤال رقم 18. سؤال رقم 18، اسئلة متنوعة، صفحة 173. رقم 1، اذكر 4 صور من الموجات التي يمكنها الانتقال في الفراغ. ايه هي الموجات التي يمكنها الانتقال في الفراغ؟ هي موجات كهرومغناطيسية. شطور. طيب سؤال رقم 2، دول لي ايه اللي هي بقى 3 موجات كهرومغناطيسية تستخدم في مجال التصوير. يعني هنا بيقول لك 4 صور من الكهرومغناطيسية، تمام، اللي هي بتنتقل في الفراغ، فانت هتقول 4 هنا وحاول تاخد منهم 3 هنا. احنا عايزين ايه؟ 3 بيستخدموا في مجال التصوير، فانا هجاوب على 3 اللي بيستخدموا في مجال التصوير، وانت تزود عليها 4 في رقم الف عشان ايه؟ ننتش ونجري كده على طول. فانا عندي اللي بيستخدموا في التصوير او في مجال التصوير على طول ايه؟ الضوء المرئي تحت الحمراء والسينية. زود عليهم انت بقى اي حاجة من فوق، ماشي، زود عليها واحدة كمان هنا. يبقى رقم 2 بعد كده، اذكر 3 تطبيقات تكنولوجية لكل من اللي قدامك دول. 1، الموجات الميكانيكية. 3 تطبيقات ايه هما؟ اي حاجة فيها حركة او صوت، فاحنا عندنا على طول الالات الموسيقية، تمام، ومكبرات الصوت، تمام، واجهزة العلاج بالفوق سمعي، تمام. طيب رقم ب، الموجات الكهرومغناطيسية. التطبيقات بتاعتهم عندي لا اما اكتشاف وعلاج بعض الاورام، لا اما تصوير العظام اللي هي طبعا الاورام في جاما، والعظام او تصوير العظام في الاشعة السينية، تمام، وعندي تاني تعقيم العمليات الجراحية في الاشعة فوق البنفسجية وكده، تمام، او التصوير مثلا في الضوء المرئي او الاشعة المرئية. فانت عندك ليلة، يعني انت احفظ، بص افهم كله، وهو مش هيسألك اكتر من 3. يعني انا بقول لك ايه، حاجة بيني وبينك ما تقولهاش لحد، عشان خاطر مثلا الراجل اللي بيحط الامتحان لو سمع الفيديو ده وقال الراجل ده كان قال لهم كذا كذا كذا، ممكن يعمل الصح ويروح جايب لك اكتر من كده ويلبسنا احنا الاثنين. رقم 19، ادرس الاشكال التاليه ثم اجب عما يلي. رقم 1، الشكل المقابل يمثل سيارتان تتحركان بسرعتين مختلفتين في اتجاهين متضادين. يعني معاك هنا اتجاهين متضادين، سيارة ألف تتحرك بسرعة كام؟ 30، والسرعة ب ب70. ماذا يحدث لحركة الركاب عند توقف السيارة A فجأة؟ أنا عندي أول ما يقول لي العربية وقفت فجأة، أهي لما تقف فجأة إيه اللي بيحصل؟ معنى كده إن الركاب على طول كانوا داخلين لقدام، فمعنى كده ان هم في قصور ذاتي هيحصل، هم كمان هيخشوا لقدام، تمام، اول ما بتقف بيحصل قصور ذاتي فبيخشوا لقدام، تمام، يبقى اندفع الركاب السياره للامام بسبب القصور الذاتي. رقم ب، صف سرعه السياره A كما تبدو لسائق السياره B. انا عندي A بتمشي عكس اتجاه B، لما A تمشي عكس اتجاه B وA ماشيه بسرعه 30 وB ماشيه ب70، السرعه النسبيه بتاعتهم كام؟ يبقى على طول سائق السيارة بي هي كما تبدو لسائق السيارة بي، يبقى سائق السيارة بي هيشوف ايه عشان انا هصف حركة السيارة ايه، يبقى سائق السيارة بي هيشوف حركة السيارة ايه تتحرك بسرعة 100 عشان مجموعة 30 والسبع، تمام، سرعة 100 كيلو متر على الساعة. رقم جيم بيقول لي ايه، صف حركة سيارة ساكنة بالنسبة لسائق السيارة ايه التي تتحرك في نفس اتجاهها. فأي سيارة ساكنة بالنسبة لسيارة تانية يبقى على طول السائق التاني هيشوفها عكس الاتجاه، يعني ده ماشي لقدام يبقى هيشوف ده رجعة لورا، تمام. اخر صفحة معانا في الدرس ده صفحة 174. سؤال رقم 2، اذكر نوع الحركة التي يمثلها كل مما يأتي. رقم 1، حركة مروحة بتلف اهي وتدور، بتلف وتدور، بتلف وتدور، فانت ما تلفش وتدور، هي اللي بتلف وتدور، يبقى على طول حركة دائرية، تمام، حركة دورية دائرية. رقم 2، راجل راكب مستلك، ماشي، الراجل اللي راكب مستلك ده انظامه بيتحرك من نقطة لنقطة، طالع من البيت رايح يجيب بسبوسة، رايح يجيب كنافة، رايح يجيب حلويات، رايح الشغل، رايح يخطب، رايح يتنيل ب60 نيلة، انا ماليش دعوة، هو راكب المكنة وطالع يعمل حادثة، هو طالع من نقطة رايح لنقطة تانية، يبقى على طول حركة انتقالية. رقم 3، حركة الدلدول، البندول، الدلدول، البندول، هو متدلدل فانا بقول عليه دلدول، هو بندول، تمام، حركة البندول دي على طول ايه؟ بتروح وتيجي على فترات زمنية، تمام، يبقى دورية، بتهتز في وسط معين يبقى على طول حركة دورية اهتزازية، تمام. رقم 4، الواد ده ماسك كورة وعمال يلفها
حوالين نفسه وعايز يخبطها في وش حد. هي بترسم ايه؟ بترسم دايره، هو عامل لك اسهم حوالين خط في دايره، الاسهم دي بتمثل حركه، هو هيتحرك في المكان ده عشان هو مش هيعرف يضيف لك جيف هنا او فيديو، هو ضيف لك ايه؟ صوره عاديه. This pictures not this picture not جيف not فيديو. تمام تمام هي ايه؟ بيكتشر عادي. فاحنا عندنا دي صوره، فاحنا بنعمل ايه؟ الله ينور عليك، بنحدد اسهم الحركه عشان ايه؟ نسهلها عليك، ما نفخمهاش عليك، ونصعبها عليك برضو عشان الموضوع هو بيبقى صعب عليك انت. فانا عندي دي لما بتلف حوالين نفسها ايه اللي بيحصل؟ هي كده بتكون حركه دوريه دائري، هي بتعيد نفسها على فترات زمنيه. تمام، لانك كل ما بتلف بتلف هي بتلف نفس الحركه، يعني ما بنروحهاش بعيد. رقم 5 بيقول لي ايه؟ حركه القطر. حركه القطر دي بتطلع من مكان، من محطه لمحطه، من مكان لمكان، من رمسيس الاسكندريه مثلا، من اسماعيليه لبورسعيد، هي كلها من مكان لمكان، يبقى على طول حركه انتقاليه. رقم 6 دي موجات الماء، تبقى على طول حركه موجيه. طب هي بتتحرك في دوائر، تبقى دائريه او دوريه موجيه، دوريه موجيه، لانها بص بتتحرك مع مرور الزمن بنفس الوزن، بنفس الانتشار، بنفس كل حاجه. رقم 20 معايا أسئلة تقيس مستويات التفكير العليا. رقم 20، اختر الإجابة الصحيحة. شخص يقف على بعد 2 متر غربا من النقطة X، ما الذي تمثله النقطة X؟ على طول بالنسبة لي أنا قلت لك إيه؟ أول ما بحدد لك نقطة هرجع لها في الحسابات، يعني مثلا أنا لو عايز أقول إيه؟ زي ما أنا قلت لك في الفيديو اللي فات، تبعد عن الدراع، يبعد عن جهاز البلايستيشن 4 متر ونص، الريموت بتاع التلفزيون يبعد عنه من الكنبه بتاعتك كام؟ 2 متر 3 متر بالكتير. هو اصلا الريموت انت لو واقف في الاوضه وبتقلب، والريموت ده نوع نظيف بيقلب عادي يعني من غير ما تبقى قدامه، لان دي اشعه وبتنتقل، وهبقى احكيها لك في وقتها يعني. فانا قلت لك عندي نقطه هرجع لها، يبقى على طول نقطه مرجعيه. تمام تمام دي اقرب مثال يعني، ده دي على طريقه شرحنا يبقى سهله، لكن بالنسبه ليك انت دي اصعب فكره هتجيلك في النقطه المرجعيه. رقم 2، النسبه بين السرعه النسبيه لجسم متحرك بسرعه ما بالنسبه لمراقب ساكن وسرعته الفعليه تساوي، يعني المراقب لما يكون ايه؟ ساكن، السرعه الفعليه هتبقى ايه بالنسبه للسرعه النسبيه؟ اطرح السرعه اللي معاك من سرعه المراقب، المراقب ايه؟ ساكن، يبقى على طول هي هي. تمام تمام بعد كده رقم 21. رقم 21 بيقول لي ايه؟ عند مشاهده مباراه كره قدم في الاستاد، يسمع صوت معلق المباراه بالاستاد من الراديو قبل سماع صوته من الاذاعه الداخليه في الاستاد. ليه؟ عشان موجات الراديو، موجات الايه؟ الراديو او الراديو عادي زي ما انت عايز تقول، الراديو او الراديو او الراديو، بص انت اكتبها عادي ماشي. الراديو موجات ايه؟ كهرو مغناطيسية، فسرعته اكبر من ايه؟ موجات الصوت، لان دي كهرو مغناطيسية ودي ميكانيكية زي ما اتفقنا عليها طول الدرس. وكده يا سيدي نكون خلصنا الدرس الثالث، الوحدة الثانية، وعلى خير نلقاكم ان شاء الله في الفيديو القادم بمشيئة الله تعالى. سلام عليكم يا شباب.